السلام عليكم طلابنا الأعزاء، معاكم مس آية البداوي من منصة دراستك. اليوم يا طلاب الصف الخامس بدنا نأخذ درس جديد وهو درس الأعداد السالبة. بدرسنا لليوم بدنا نتعرف على الأعداد السالبة وبدنا نعرف كيف نمثلها على خط الأعداد. في البداية بدنا نعرف شو هو خط الأعداد. خط الأعداد هو عبارة عن قطعة مستقيمة ليس لها بداية وليس لها نهاية، يقع في منتصفها العدد صفر. أن في المنتصف يقع العدد صفر، دائما على يمين العدد صفر يقع الأعداد الموجبة. الأعداد الموجبة تبدأ من العدد موجب واحد، بعدين موجب اثنين، موجب ثلاث، موجب أربعة، موجب خمسة، إلى ما لا نهاية. وعلى يسار العدد صفر دائما تقع الأعداد السالبة. أن الأعداد السالبة تبدأ من العدد سالب واحد، طبعا بميز الأعداد السالبة بإشارة السالب أو الناقص. سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاث، سالب أربعة، سالب خمسة، إلى ما لا نهاية. طبعا بدنا نعرف أنه العدد موجب واحد أكبر من العدد موجب أكبر من العدد صفر، والعدد موجب اثنين أكبر من العدد موجب واحد والعدد صفر، والعدد موجب ثلاث أو ثلاث أكبر من اثنين ومن الواحد ومن الصفر. إذا شو بدنا نلاحظ؟ إنه الأعداد كل الموجبة كل ما اتجهنا نحو اليمين بتزيد قيمتها. عندنا العدد الموجب، طبعا هاي معلومة على الهامش، بدنا نعرف إنه العدد موجب واحد هو أصغر عدد صحيح. تمام؟ الأعداد الموجبة كل ما اتجهنا نحو اليمين بتزيد قيمتها. عكس الأعداد السالبة، أن العدد سالب واحد أكبر من العدد سالب اثنين، والعدد سالب واحد أكبر من سالب ثلاث، وأن العدد سالب ثلاث أكبر من السالب خمسة. فالأعداد السالبة كل ما اتجهنا نحو اليسار بتقل قيمتها، يعني السالب واحد أكبر من السالب عشرة والسالب مئة. طبعا هذا الشيء رح تعرفوه في صفوف لاحقة. فبدنا نعرف أنه العدد سالب واحد هو أكبر عدد صحيح. طبعا هاي معلومات خليها على الهامش. تمام؟ إذا عندنا خط الأعداد هو قطعة مستقيمة ينصفها العدد صفر، تقع يمين خط الأعداد. الأعداد الموجبة تبدأ من موجب واحد، طبعا سواء حطينا الإشارة أو ما حطيناها نفس النتيجة، ويقع على يسار العدد صفر، هي الأعداد السالبة، بنميزها بإشارة السالب أو الناقص. طبعا من الأمثلة اللي في حياتنا على الأعداد السالبة عندنا درجات الحرارة العظمى والصغرى. نيجي على مثالنا الأول في فقرة استكشف. بلغت درجة الحرارة العظمى في مدينة الشوبك، عندنا درجة الحرارة العظمى في شهر شباط 5 درجات سليوس، والصغرى 3 درجات سليوس تحت الصفر. ما العدد المناسب لوصف درجة الحرارة؟ خلينا نبلش بالمعطيات اللي عندنا. حكالنا درجة الحرارة العظمى، هيها العظمى، بلغت 5 درجات سليوس، والصغرى الصغرى بلغت 3 درجات سليوس تحت الصفر. شو يعني تحت الصفر؟ بدنا نعرف انه في مصطلحات بتبين لإلنا اذا هذا العدد موجب او العدد سالب. عندنا تحت بدي اعرف انه العدد اللي عندنا سالب ابدا. نيجي لا المطلوب، ما العدد المناسب لوصف درجة الحرارة الصغرى؟ عندنا ايش؟ درجة الحرارة الصغرى عندنا ايش؟ سالب ثلاث. تمام لهون؟ طيب ننتقل على المثال التالي. عندنا مثال واحد من الحياة، أتأمل الشكل المجاور ثم أجب عن كل مما يلي. ماذا يمثل الصفر في الشكل؟ نيجي على الشكل المجاور، عندنا هون بنشوف قارب على مستوى سطح البحر، تحت القارب عندنا سمكة، وأعلى أو فوق القارب عندنا طائرة، وعندنا هون زي ما احنا شايفين أعداد تمثل اللي هو إيش؟ المسافة. زي ما احنا شايفين أو بنلاحظ إنه هون عندنا خط أعداد لكنه شو؟ عمودي، يعني زي خط الأعداد اللي هون لكن إيش؟ وقفناه بشكل عمودي. عندنا هون العدد صفر يقع في منتصف ايش؟ خط الاعداد.
دائما عندنا بعد العدد صفر او اكبر من العدد صفر بتقع عندنا ايش؟ الاعداد الموجبة. ايها الاعداد الموجبة، واللي اقل من العدد صفر عندنا ايش؟ الاعداد السالبة. طيب عندنا هون بيحكي لنا في السؤال الاول ماذا يمثل الصفر في الشكل المجاور؟ عندنا الصفر هي يمثل الصفر مستوى سطح البحر، هي عندنا مستوى سطح البحر. إذا ماذا يمثل الصفر في الشكل المجاور؟ مستوى سطح البحر. طيب كم مترا تنخفض السمكة تحت سطح البحر؟ هي السمكة تقع وين؟ تحت أو أقل من الصفر، تحت مستوى سطح البحر. طيب كم مترا تنخفض السمكة؟ وين السمكة موجودة؟ هيها عند العدد سالب 20، فهي تنخفض 20 متر. المسافة لا يمكن أن تكون سالبة، فكم مترا تنخفض السمكة تحت سطح البحر؟ بنكتب 20 متر، 20 مترا تحت سطح البحر، تمام؟ ما بنكتب سالب 20. طيب ما العدد الذي يمثل موقع السمكة؟ هيها السمكة هون موجودة عندنا، العدد اللي بيمثل موقع السمكة هو سالب 20. سالب 20، حكينا بنميز الأعداد السالبة بإشارة السالب أو الناقص. كم مترا ترتفع الطائرة فوق سطح البحر؟ عندنا فوق سطح البحر أو أعلى سطح البحر، كلها كلمات مفتاحية للأعداد الموجبة. فكم مترا ترتفع الطائرة فوق سطح البحر؟ عندنا هيها الطائرة عند العدد ايش؟ 40، فهي بترتفع ايش؟ 40 مترا فوق سطح البحر. اذا ترتفع 40 متر فوق سطح البحر. ما العدد الذي يمثل موقع الطائرة؟ عندنا العدد ايش؟ 40، او موجب 40، نفس النتيجة، تمام لهون؟ طيب ننتقل للمثال اللي بعده. نيجي لمثالنا التالي في أتحقق من فهمي. أتأمل الشكل المجاور ثم أجب عن كل مما يأتي. ما الحيوانات التي تقع عند سطح البحر؟ نيجي نشوف الشكل المجاور. نفس الإشي، بنلاحظ إنه خط الأعداد لكنه محطوط بشكل عمودي. خط أعداد لكنه محطوط بشكل عمودي. عندنا هون ينصفه إيش؟ العدد صفر، ويمثل مستوى سطح البحر. الأعلى والأرقام اللي أكبر أو فوق العدد صفر هي أعداد موجبة، الأعداد الموجبة، واللي أقل من الصفر أو تحت الصفر هي أعداد إيش؟ السالبة. طيب إذن أقل أو تحت عندنا أعداد سالبة، وعندنا فوق أو أعلى عندنا إيش؟ كلمات مفتاحية للأعداد الموجبة. طيب السؤال الأول، ما الحيوانات التي تقع عند سطح البحر؟ هي عندنا مستوى سطح البحر يقع عندنا إيش الموجود عندنا هون؟ الدولفين، موجود عند مستوى سطح البحر، إذن الدولفين. طيب ما الحيوانات التي تنخفض عن سطح البحر؟ عندنا أقل أو تحت من مستوى سطح البحر عندنا موجود عندنا القرش والأخطبوط، هذول أقل أو تحت مستوى سطح البحر، إذن القرش، سمكة القرش، وعن إيش؟ الأخطبوط. السؤال اللي بعده، ما العدد الذي يمثل موقع الأخطبوط؟ عنا هي الأخطبوط هون، العدد الذي يمثل موقع الأخطبوط هو العدد سالب 10. إذا العدد سالب 10، بميزه بإشارة السالب أو الناقص، تمام؟ طيب سؤال ثاني من عنا، يعني ما الحيوانات التي تقع فوق مستوى سطح البحر؟ عنا إيش؟ الخفاش. طيب ما العدد الذي يمثل موقع الخفاش؟ عنا العدد 10 أو موجب 10، تمام لهون؟ طيب ننتقل للمثال اللي بعده. مثال 2 من الحياة،
يتكون برج فندق روتانا في مدينة عمان من 50 طابقا فوق الأرض، أي فوق الأرض، إضافة إلى 7 طوابق تحت الأرض. ما العدد المناسب اللي يوصف الطابق السابع تحت الأرض؟ عندنا هي فندق روتانا حكينا بيتكون من 50 طابقا فوق سطح الأرض. عندنا هاي سطح الأرض بدنا نعتبره هون، ويمثل سطح الأرض خلينا نحكي العدد 0. فوق مستوى سطح الأرض عندنا 50 طابق، تمام؟ أعداد موجبة من 1 إلى 50، موجب 50. طيب عندنا إضافة إلى 7 طوابق تحت الأرض، عندنا 7 طوابق بتبدأ من العدد -1 -2 إلى أن يصل إلى العدد -7، تمام؟ طيب ما العدد المناسب لوصف الطابق السابع تحت سطح الأرض؟ حكينا كلمة تحت معناها سالب، وعندنا الطابق السابع يعني إيش؟ 7. إذن العدد المناسب لوصف الطابق السابع تحت مستوى سطح الأرض هو العدد -7، تمام يا مس؟ طيب ننتقل للمثال اللي بعده. عندنا مثال أتحقق من فهمي صفحة 21، بيحكي لنا المثال: في أحد أيام الشتاء بلغت درجة الحرارة الدنيا في محافظة الطفيلة 5 درجات تحت الصفر. ما العدد المناسب لوصف درجة الحرارة في مدينة الطفيلة في ذلك اليوم؟ حكينا في عنا كلمات مفتاحية في السؤال عنا هون، تحت الصفر دائما حكينا تحت يمثل ايش؟ العدد سالب، او درجة الحرارة الدنيا الصغرى الاقل هي دائما اعداد سالبة، وعندنا كم درجة؟ 5 درجات. اذا العدد الذي يمثل درجة الحرارة في ذلك اليوم هو العدد -5، تمام؟ طيب ننتقل للمثال اللي بعده. كمل حل تمارين ومسائل الكتاب ونبلش بالسؤال الأول. اكتب العدد الذي يمثل الموقف موضحا ماذا يمثل الصفر في كل موقف. طيب في عنا كلمات مفتاحية لحتى نعرف من خلالها الأعداد الموجبة، أو إذا الأعداد اللي أمامي عدد سالب. إذا بيحكي لنا هون خلينا نعمل زي جدول، عنا الأعداد الموجبة وعنا الأعداد السالبة. لما يجي يحكي لي في السؤال درجة الحرارة العظمى، بدي أعرف إنه العدد الموجود أمامي عدد موجب. ولما يحكي لي الصغرى، بدي أعرف إنه العدد اللي أمامي هو عدد سالب. لما يحكي لي فوق سطح البحر أو فوق سطح الأرض أو أعلى، بدي أعرف إنه العدد اللي أمامي هو عدد موجب. وعكسها لما يحكي لي تحت الصفر أو تحت مستوى سطح البحر أو تحت مستوى سطح الأرض، بدي أعرف إنه العدد اللي أمامي هو عدد سالب أو حكالي أقل. طيب في عنا كمان من الأمثلة اللي رح تجينا في السؤال الأول، عنا لما يحكي لنا إيداع. إيداع يعني بدي أزيد المصاري الموجودة عندي بالبنك، بدي أودع يعني بدي أزيد المصاري، فالعدد اللي أمامي هو عدد موجب. عكسها بدي يكون سحب. إذا بدنا نعرف إنه هاي الكلمات المفتاحية بتدلنا على الأعداد الموجبة، وفي كلمات مفتاحية بتدلنا على الأعداد السالبة. طيب نيجي للسؤال الأول. عندنا الموقف: سحبت مها 50 دينارا من رصيدها. ما العدد الذي يمثل الموقف؟ حكينا السحب يعني أعداد سالبة، عندنا سالب 50. طيب ماذا يمثل الصفر في الموقف؟ عندنا رصيد بالبنك، إذا أودعنا فيه زدنا الرصيد، إذا سحبنا قل الرصيد. طب الصفر شو بده يمثل؟ عدم السحب أو الإيداع. إذا الصفر يمثل عدم السحب أو الإيداع في البنك. ارتفاع، ارتفاع أو حكينا فوق سطح الأرض، فوق سطح البحر، ارتفاع مدينة عن سطح البحر، عندنا عدد بده يكون موجب. كم ارتفاعها؟ 100 متر، موجب 100. طيب ماذا يمثل الصفر في هذا الموقف؟ مستوى سطح البحر.
تمام لهون. نيجي للسؤال اللي بعده، تعد قرية أوميكون في سيبيريا أكثر المناطق المأهولة بشكل دائم برودة على الأرض، وتنخفض درجة الحرارة فيها إلى ما دون 60 درجة سيليوس تحت الصفر. ما العدد المناسب لوصف درجة الحرارة هذه؟ حكينا تحت الصفر شو يعني؟ عدد سالب، وكم درجة عندنا؟ 60 درجة سيليوس. إذا ما العدد المناسب؟ العدد هو سالب 60، تمام؟ طيب نيجي للسؤال اللي بعده، نكمل طلابنا. في عندنا السؤال الثالث، اكتب درجة الحرارة التي يشير إليها ميزان الحرارة في كل مما يأتي. طيب بنلاحظ أن هون ميزان حرارة محطوط على يمينه زي خط الأعداد، لكنه بشكل إيش؟ عمودي، خط أعداد عمودي. في منتصف الخط يقع عندنا العدد صفر، أقل منه الأعداد السالبة وأعلى منه الأعداد الموجبة. طيب عندنا ميزان الحرارة هون، وين وصلت درجة الحرارة؟ عند العدد موجب 3. إذا درجة الحرارة اللي بيشير إلها الميزان هي إيش؟ 3 درجات سيليوس أو موجب 3، تمام؟ طيب عندنا ميزان الحرارة التالي، هي خط الأعداد وصل عندنا عند العدد إيش؟ -1. إذا درجة الحرارة اللي بيشير إلها الميزان هي 1 سيليوس تحت الصفر، والعدد اللي بيمثلها هو -1. نيجي للميزان الثالث، عندنا وصل عند العدد -3. والميزان الرابع عندنا وصل عندنا لعند العدد موجب 1 أو 1، تمام؟ طيب نيجي ننتقل للسؤال اللي بعده، عندنا السؤال الرابع، أكمل خط الأعداد الآتي بوضع العدد المناسب في المربع. عندنا هون خط أعداد، يقع عندنا العدد صفر هون، على يمين العدد صفر عندنا الأعداد إيش؟ الموجبة، وعلى يسار العدد صفر تقع عندنا الأعداد السالبة. طيب بدنا نكمل الفراغات، حكينا العدد صفر يقع على يمينه موجب 1، بعدين ايش بده يكون؟ موجب 2. طيب عندنا العدد الصفر يقع على يساره ايش؟ الأعداد السالبة، تبدأ من العدد -1، -2، -3، -4، -5، -6، تمام؟ طيب بيحكي لنا هون إذا كانت الحروف ألف وباء وجيم ودال تمثل أعدادا على خط الأعداد أدنى، فأجب عما يأتي. ما الحروف التي تمثل عددا سالبا؟ عندنا هون خط أعداد يقع في منتصف العدد صفر، على يمينه الأعداد الموجبة، على يساره الأعداد إيش؟ السالبة. هون الأعداد الموجبة والأعداد السالبة على يساره. طيب ما الحروف التي تمثل عددا سالبا؟ عندنا اللي هي التي تقع وين؟ أقل من الصفر، على يساره. الحروف التي تمثل الأعداد السالبة هو إيش؟ الجيم والألف. أبرر إجابتي لأنها تقع على يسار الصفر أو على يسار خط الأعداد. طيب ما الحروف التي تمثل عددا موجب؟ حكينا الأعداد الموجبة دائما على يمين الصفر، عندنا الحرف باء ودال. هل الحرفان باء وجيم لهما البعد نفسه عن الصفر؟ هي الحرف باء وجيم، المسافة من باء لصفر هي نفس المسافة من صفر إلى جيم، زي ما احنا شايفين عندنا هون بعد الصفر بيجي عندنا -1 موجب 1، وقبل الصفر يأتي عندنا العدد -1، فهما يقعان على نفس المسافة. هل الحرفان يقع لهما البعد نفسه عن الصفر؟ نعم. تبرير السؤال الثامن، هل الصفر عدد سالب أم عدد موجب؟ حكينا الصفر ما إله إشارة، لا هو عدد سالب ولا عدد موجب، لأنه معكوسه هو نفسه. إذن الإجابة بتكون الصفر ليس بعدد سالب أو موجب لأن معكوسه نفسه. معكوس الصفر صفر، تمام لهون؟
طيب ننتقل للسؤال اللي بعده. نيجي للسؤال رقم 9، اكتشف الخطأ. قالت نيفين إن درجة الحرارة الأقل بعشر درجات من درجة الحرارة على الميزان المجاور هي سالب 10، هل هي على صواب؟ أبرر إجابتي. عندنا ميزان حرارة، وصلت عندنا درجة الحرارة وين؟ لخمس درجات سليوس. هي شو بتحكي لنا؟ إنه درجة الحرارة الأقل بعشر درجات تساوي سالب 10. خلينا نشوف، حكينا الفرق من درجة الحرارة اللي وصلها الميزان 5 للعدد 0 5، ومن 0 لسالب 5 سالب 5. فإذا الفرق بين 5 درجات للسالب 5 درجات سيليوس هو 10 درجات، فإذا هي على صواب. إذا إجابتي بتكون نعم على صواب. ليش؟ لأن الفرق بين درجة الحرارة 5 وسالب 5 هو 10 درجات، إذا فهي على صواب. طيب آخر إشي أتحدث، أعطي مثالا لموقف من حياتي اليومية يمكن التعبير عنه بعدد سالب. عندنا مواقف كثير موجودة عندنا، مثلا وقعت قطة على عمق 3 متر تحت سطح الأرض، فالعدد اللي بيمثل عندنا المكان اللي وصلت له القطة سالب 3. تمام يا مس؟ وبهيك بنكون خلصنا درس الأعداد السالبة، وعرفنا كيف بنمثل العدد السالب، وخط الأعداد تعرفنا عليه، وأين تقع الأعداد الموجبة وأين تقع الأعداد السالبة، وجاوبنا على أسئلة الدرس. ويعطيكم ألف عافية.